ها؟ شو؟ جاية تعتذري أكيد مني. يلا بسيطة سامحتك بدون ما تعتذري. شو نقوم نضب الأغراض مع بعض؟ لحقانين لضب الأغراض. رقعت شو بدي؟ بدي حبة ضد الدوخة اللي جاب لك ياهم كامل. شو بدك ياها؟ ما بعرف، حاسة حالي دايخة والبيت كله عم يفتل فيه. ها؟ لا فجأة دختي؟ لك ما بعرف، سهومي الله يخليكي. جيبي لي حبة دوخة. ما عندي، خلص وما بينعزوا عليك هلا هلا كبيتهم بالبلوعة، إذا بدك بتقدري تلحقي لك وحدة تنتين. بدي كتر خيرك. تاكلي بزر أو راحة أو شاي، أنا عم بتوحم عليهم هدول. ها؟ ما جاي نفسي. تستفلي. ابني حبيبي يا نور عيني. مرحبا سهام. اهلين امي. منين عم تحكي؟ انت اجيتوا؟ ايوه ان شاء الله انبسطتوا. انا منيحه الحمد لله. لا ما عم توحم كثير. الك عندي بشاره بتطير العقل. سعاد اليوم رح تنقلع من البيت. كامل رح يستاجر لبيت ثاني. يا امي حاولت كثير خليه يطلقها ما عم يقبل. شو بدي اعمل؟ خليه على زمته احسن ما يطلقني الي. قال لا تجور على الندل، بيتعلم الشجاعة. ايه فهمت عليكي. بركي بكرة او بعد بكرة بنكون هيك مبسوطين انا وياه وبرجع بطلب منه يطلقها. شو عم تعملي امي؟ قومي تعالي عندي الله يخليكي. طيب على راحتك، مع السلامة، سلمي. لسعاد سيام ممكن اجل حكي بهذا الموضوع لانه انا ميت من جوعي وشوي تاني رح اوعى من طولي. ايه والله طول بالك طمني بس لقيت لها البيت بدها تنتقل اليوم ولا لا؟ سيام ممكن اجل هذا الموضوع لبعد الغداء؟ من اجله لبعد الغداء. شبك حبيبتي؟ شبك شو صار معي؟ دايخة البيت كله عم يفتل فيه. دايخة؟ تعي معي قوة؟ على غرفتك قوة؟ الواه ما فيها شي هلا كانت بالمطبخ مثل الأرض. خفت عليها؟ خفت عليها؟ ما شفتيها شلون داخت ورحت قوة بدل ما تقومي تساعديها وتفوتيها على الأوضة؟ يا حرام إيه كله تمثيل وحركات نسوان أنا اللي بعرفهم، بعدين أنا ما بقدر ساعدها، بخاف على ظهري، بخاف على البب وعلى الجنين. يا أوعي انتبهي لظهرك. تعي حبيبتي قوة على الغرفة قوة مريحة حالك. تعي بيتها ما قلعنا، عملت حالة دايخة مشان تضل بالبيت كم يوم زيادة وما تنقلع اليوم. بس نجوم الظهر أقرب لها من هالفكرة، لكان بدها تنقلع من البيت غصب عنا. قولي إذا كانت دايخة عن حق وحقيقي. قولي على قامتك يا سهام إذا كان صحيح. طمنيني شلون صرتي هلا؟ صرت أحسن شوي. راح الدوخة؟ يعني راح شوي وبقي شوي. يلا بقى حاجة دلال لا بتروح كلياتها كامل؟ نعم أنا يمكن حامل. ليكون غيرانة من سيام وعم تحكي هيك حكي؟ لا مالي غيرانة، وإذا بدك خلينا نروح على المخبر ونعمل تحاليل ونتأكد. تحليل؟ حامل؟ ولي على مهلك، على أقل من مهلك. أوه حبيبتي أوه يا روحي أوه روحي. شو صار معك؟ بخصوص شو؟ بخصوص البيت اللي بدك تنقلها لسعاد عليك. لك صوت يخرب بيت قلبك. شو فتحة ما قلت لك أجل الموضوع لبعد الغداء؟ يبعت لي حمى لهلأ ما تغديت؟ لك بعدين ليش بعدين؟ لك يا حبيبتي خلاص بقى ما بحسن اتغدى لحتى اطمن على سعاد وشوف ليش عم تدوق. حبيبي عم بتمثل، هي مثل القط بسبع رواح. حركات نسوان انا اللي اخترعتها. لك خلاص بقى ينبلج الصباح ويبان تحتي اكر ام حمار. صاير عم تشعر مو هيك بيت الشعر. لك شلون ما كان شايفتيني شاعر انا؟ المهم هلا بدوب الثلج وبيبان المرج وان شاء الله يكون المرج اخضر. ان شاء الله اخضر. تفضل حبيبي تفضل. حبيبتي
انت فوتي ارتاحي وانا ما بطول. فري انا اوام اوام حبيبتي اوام. على بالك على بالك. تعال 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 تعال. كامي عم تصرف دولار؟ ياخ دولار شو؟ خلص بقى خلصنا بقى. ما بدك تتغدى؟ لا ما بدي اتغدى، بدي اروح. مستعجل مستعجل مستعجل. اكيد رايح على المخبر مشان يحللها. ان شاء الله ما بيطلع المرج اخضر، ان شاء الله بتطلع صحراء قاحله. يا حلب واقول يا دومة ومكان الجيزة غصب عجب. لويش الحكومة؟ شو صار معك؟ ما صار شيء. شلون ما صار شيء؟ خلص عم اقول لك بعدين بحكي لي. هلا بدك تحكي لي؟ لا لا حبيبتي مرقية هالمرة وبعدين بحكي لي. هلا بدك تحكي لي شو في بهذا الظرف؟ ايه هذا مكتوب من اختي اللي بالسودان. عن جد؟ كيفك كيف الاولاد وجوزها؟ انت كل كلهم بيسلموا علي. انت ما عندك اخت بالسودان كامل، ما عندك اخت بالمرة. خلص بقى مرقينا اياها. عم تمزح معي؟ عم تمزح معي؟ شو في بالظرف؟ ما بقدر بحكي لك. ليش ما بتقدر تحكي لي؟ لانه اذا بدي احكي لك بخاف تنجلطي. ليش بدي انجلط؟ حبيبتي انت فوتي على اوضتك وارتاحي، وبدي فوت شوف سعاد واحكي لها، وبرجع لعندك وبحكي لك. وبدك تنجلطي انجلطي، ما بدك تنجلطي لا تنجلطي. من تحت لكوعك اطلع لك، اطلع لك من تحت لكوعك، اطلع لك من فوق لبواي، اطلع لك من بين استعمالك. شفت؟ طلع أخضر. إيجابي إيجابي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ألف مبروك. الله يبارك بعمرك يا رب. حبيبتي يا حبيبتي قديش والله كريم. لك كرمنا كرمنا دخيل كرمه. معقول معقول أنتوا التنتين حبالة وبده يجيني ولدين؟ كمولتي لساتك بدك تنقلني لبيت تاني؟ لا 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 شو انا لك، انت هون بترتاحي بتاخذي راحتك على 24 ايراد، بتتسطحي على على هالتخت وما بتاتي باي حركه. طيب مين بده يحوس هالبيت كله؟ انا بجلي، انا بمسح، انا بكنس، انا بطبخ، انت لا تتحركي بنوب هيك لحتى الله يكرمكم ويفرج عليكم وتقوموا بالسلامه وتجيبوا لي هالولدين، بعدين شو ما شو؟ الله يكرمكم. كل شي حسبت حسابه لأنه تحمل بنفس الوقت اللي أنا عملت فيه. هلأ ما هتقدر شوف حالي عليها بشي، وكامل رح يهتم فيها أكتر مني. ويا ريت الأمور توقف عندهم. هلأ سعاد بدها تبلش تتشفى فيني وتطالع الخمير والفطير وكل شي سويته فيها. يا مصيبتك يا سيها. جيت سمعتي سمعتي فتحي معي. تعي على جنب حبيبي، ما بدنا نفضح حالنا وحدا يسمعنا. شوفي لقلك في كلمتين بدي اقول لك ياهم، بدك تحطيهم بأدانك مثل الحلم. شايفه كيف؟ انت مرتي اما هي كمان مرتي، انت حامل اما هي كمان حامل، انت اللي ببطنك ابني اما اللي ببطنه لك كمان ابني. معزتك عندي غاليه ومعزتها كمان عندي غاليه، فلذلك الله يرضى عليك على ضوء هاي الاحداث بدك تعيشي انت وياها ببيت واحد، مشان اذا صار شي طارئ لاي وحده من بيناتكم تكون بلزقه. فهمتي؟ بس انا ما بقدر وعامي صعب، ما بقدر اسمع صوتها ولا اشوفها ولا حتى اشم ريحتها. يا بدك تتاقلمي، بدك تدبري حالك. انا رايح. بدك شيء؟ وين رايح؟ رايح جيب لها الدواء مشان الدوخه بقى حسبيه زينيه روزيه. شلون بدي احسبها وانا مجنونه؟
صباح الخير. صباح الخير. شلون انتي؟ طمنيني. مالي كتير مرتاحة. ايه بسيطة بسيطة. خي اشربي قهوتك. يسلموا هالايدين، عم عزبك معي ما هيك؟ لا عذاب ولا شيء، بالعكس انا مستمتع بهذا العذاب. شربت قهوة لضرتي؟ لا شو شربها، هي تفز تشرب لحالها تنباع بالعذاب. المهم انتي شو بدك تغدي؟ الا شو بدك تغديها؟ انا بدي غديها، هي بتفز بتساوي اكل لحالها تنباع بالعذاب، انا بدي غديها. قولي لي شو بدك تاكلي؟ انا ما جاي على بالي اكل اليوم. ايه علينا لك، مو مشانك، اذا مو مشانك مشان اللي هلي ببطنك. طيب شو رايك تجيب لي دجاجه وتعمل لي عليها شوربه؟ انا نافوخي من فوق. غيره بدك شيء تاني؟ سلامتك. بدك شيء مني؟ سلامتك. يلا باي باي. وين بدي اروح على الدوام؟ ايه بكير على الشغل. اقعد اشرب معي قهوه. الله يخليك. لا 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 انا بدي اشرب هنيك تهريب. باي باي، مع السلامه. شو هاد؟ صباح الحليشة. صباح النور. نمتي مني؟ والله ما عم نام منيح، منك شي عم فيه صايرة. بسيطة بسيطة، خي شربي قهوتك. شربي. شو هالقهوة؟ يسلموا إيديك حبيبي، عم عزبك معي. لك لا عذاب ولا شي، بالعكس أنا بستمتع بعذابي لما بيكون من بين إيديكي. شربت قهوة لضرتي؟ شربها قهوة، أنا بتشربها قهوة، هي بتقوم تشرب قهوة لحالها تنباع بالعزا. المهم شو بدك تغدي؟ إلا شو بدك تغديها؟ أنا بدي غديها، هي بتقوم تطبخ تأكل لحالها تنباع بالعزا. قولي لي شو بدك تاكلي؟ مالي نفس آكل شيء. لا حبيبتي ما بيصير، مو مشان شيء، مشان الببو اللي ببطني. ماشي، يعني إذا لابد إني آكل باكل شقفتين شرحة وصحن سلطة. لك على نافوخي من فوق. غيره بتريدي شيء؟ سلامتك حبيبي. طيب بدك مني شيء أنا بقى؟ خليك قاعد نشرب فنجان القهوة مع بعض. لك يا حبيبتي بدي اشربه بالمديرية، هنيك بشربه تهريب. يلا باي. سلام. خلاص انا ما عاد اقدر اتحمل اكتر من هيك، لازم طفش اليوم قبل بكرة. صاير عم بحكي مع عالي مثل المجنونة. مجنونة؟ والله لا طالع جناني عليكي. والله يا سعاد يا بنت شم الله الطعمة. تعي 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 تعي. وآخرتها معك يعني؟ أهلين زهومة. هو صحيح فتي على الاوضه بدون ما تدقي على الباب، بس يلا معلش. الاوضه اوضتك، امتى ما بدك فوتي؟ طبعا الاوضه اوضتي، بس هلا يمينا من هالشكليات وخلينا بالمهم. والله فيك الخير، جاي تباركي لي على الحمل. مها مبروك. الله يبارك فيكي، ان شاء الله يوم ايامك بالسلامه. الله يسلمك. شوفي سعاد، كلمتين ورد غطاهم والثالثه بلاهم. حتى تكوني انتي مرتاحه وكون انا مرتاحه لازم نحل بقى هالموضوع. هلأ كامل مبسوط كتير بحبلك، بقى اطلبي منه انه يستأجرك بيت لحالك، انا بكون لحالي وانتي لحالي، هيك بيرتاح راسك وراسي. شوفي انا من جهتي كتير 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 مرتاحة بهالبيت وما لي مزعوجة من وجودك ابدا، بس انتي اذا كنتي مزعوجة من وجودي ومالك مرتاحة قولي له لكامل يستأجر لك بيت لحالك. ها؟ صار لك لسان وصرتي تعرفي تحكي كمان. على علمك حبيبتي مو بس الأوضة أوضتي، البيت كله بيتي لأمي نظمية خانم. شان الله سهومي، ما لي ناوي اصطدم أنا وياكي مع بعض، كفي بلاكي عني أحسن لك إلك وإلي.
انا عم بتبلاكي انا؟ استغفر الله العظيم يا ربي، ما عم تتبليني. شوفي ولي، انا شغلي مو معك، شغلي مع حبيبي كامل. هلا قايمه دق له تليفون واحكي له على الجوابات الوقحه اللي عم تجاوبيني اياها. انا بفرجيكي. يخرب بيتها مقلعنه. احسن شي خبر كامل على الوظيفه قبل ما تحكي هي معه وتكذب لك كم كذبه على لساني. الو، مرحبا، اذا بتريد بدي الاستاذ كامل. الو حبيبي كموله، كيفك؟ مرتاح؟ طيب لا تنسى لوصيتك عليه هون. ايه سهام، عيوني سهام. ايه ايه ماشي ماشي، ايه مثل ما بدك وزن. ايه على راسي على راسي من فوق. ايه خلص، هلا انا وجاي. ايه انا وجاي بجيبهم معي. ايه كل الامور جاهزه. تيا 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 تيا. ايوه ما مو إلك. لا عم بخرج معامله. ايه حبيبتي، شو هالحكي؟ شلون هي بدها تزبط يعني؟ امتى غيرتي طيه؟ منين بدي اجيب لك دجاجه مأمبره؟ ايه في عصافير مأمبره، اما دجاج مأمبر ما في. بعدين انتم شلون اجتمعتوا مع بعضكم؟ مو على اساس كل وحده متسطحه باوضتها بتختها؟ ها؟ اخ ايه خلص، انا بشكلس الامور، خلص انا بزبطها. مع السلامه مع السلامه. خرزوا ولا ما انخرزوا؟ ما انخرزوا. ايه عبد الحميد، سعاد هاته. ايه سعاد. ايه حبيبتي، يلا تيا تيا تيا. لا عم بخرز معامله، ما عم تنخرز معي. ايه سعاد. ايه حبيبتي. ايه شو هالحكي؟ عن جد عم تحكي؟ وامتى غيرتي؟ بطة إلى عرف؟ مين منين بطة؟ في بطة إلى عرف؟ ما خلص، هلا بنزل على سوق العتيق، بعرف لك شو الموضوع وبخبرك. إذا لقيت بطة إلى عرف بجيب، ولو ما لقيت بدي جيب. خلص حاضر. ايه حبيبتي مع السلامة. لا تحركي كثير، ها مع السلامة. لك شو جاجة مأمرة وبطة إلى عرف؟ ناوي تصير شيف كامل؟ شو بدي اعمل؟ لك شو بدي اعمل؟ غصب عني. ايه قوم استاذ كامل، قوم لعن نسوانك، قل لهم فزوا عن التخوته بقى، حاجتهم دلال ومرض. قوم. خايف يا ابو الفوز؟ خايف؟ انا خايف شي وحده منهم اذا تلحلحت يقوم يصير له شي الجنين اللي ببطنها. انت بتعرف انه ثلاث اشهر الاولانيات هن اخطر ثلاث اشهر بالحمل. ايه معناتها مالك حل غير انك تجيب لكل وحده امها تقعد جنبها وتحوس فيها. نعم. بدك ياني جيب حمواتي حطهم عندي بالبيت؟ لك بدك ياني جن اكثر ما انا مجنون؟ كتر خيرك على النصيحه. شوف حبيبي، انا مستعد اجلي وكنس وامسح واطبق. لك مستعد اشتغل عصايه نشافه، ولا جيب هدول التنتين العقارب حطهم عندي بالبيت. لك على التليفون طلبوا شكل، ولما كنت عندهم بالاوضه طلبوا شكل تاني. لناقصني جنان انا؟ لا 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 تتزمر، لا 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 تتزمر، خلي الضحكة الله تعود. ما رح أطبخ غير مثل اللي طلبوه بالأوضة. يا قوي إذا إنا هاي الشرحات جاهزة تشهل. وين فروج بإيه؟ المرأة شو بيحطوا لها؟ تذكر تطلع حمرة شوي. شوفي عندنا شيء أحمر. Thank you.
يلا جاي جاي. يلا جاي. بالعادة بتطلع. لك ايه جاي. ايه جاي جاي. لك جاي. كمولي دوبرتي شايفتك يطلع. يلا جاي. روحي كمولي يا حبيبي. بس لاحظتوا. ابوس روحك يا عمي. يلا يلا. جاي. زيتوني بس تعبيني بطاطا على البساطة البساطة. تنترني لا والله. لا تواخذيني حبيبتي، اخرت عليك بالغدا. بس شو بدي ساوي؟ حطيت الفروج على النار وينبر ينبر 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 ما كان يستوي، مع انه جايبه صغير الفروج. ولمين هاي الشوربه؟ شوربه الك، مو انت طلبتي شوربه الصبح؟ لا حبيبي، انا طلبت شرحات مع صحن سلطه. شرحات؟ ايه ايه، لا قوم جيب لك اياها. تع 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 تع. لمين هاي الشوربه؟ الشوربة الشوربة إلي أنا، جاي على بالي الشوربة متساوي شوربة إلك. إيه الشوربة ولا للخانم اللي ما لها قدرانة تتحرك؟ لا شو إلها شو إلها شو الحكي اللي عم تحكي؟ حلف باللي بطني إنه مو طابخة إلا الشوربة. نسيت الشرحات على النار، لو بجيب لك إياهم. شوربه العمى ضربني بخلقتهن هن التنتين. الله يوفقك يا كامل. شو اهبل لهنيك ومهنيك خربطه. ايه ايه جاي جاي جاي. وين رايح؟ جاي جاي جاي. زعجك بالموضوع؟ لا عم لقشك ولا عم حاكيكي. مزبوط مالك زعجتيني، بس شغل البيت كله على راسي، وانت حامل وانا حامل، بقى وين العدل؟ لازم نحن التنتين نشتغل. وان شاء الله ما رح قصر، بس انت استني علقي شوي لحتى اقدر اقوم من الفرشه. قومي مين مانعك حبيبتي؟ ما عم اقدر يا سهام، ما عم اقدر، كل ما عم قوم عم دوخ. لا حبيبتي، دراسه قمح صايره حتى عم تدوخي من كتر الفتل. انا عم تقومي يخرب بيتك، انا حامل وانت حامل، ليش انا ما عم دوخ ليش؟ إيه انتي وحامك شكل وانا وحامي شكل. ايه قومي قومي يلا 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 قومي. طيب. ما عم اقدر ما عم اقدر عم دوخ. عم تدوخي؟ دوخ في الارض ان شاء الله. ايه والعمل هلا؟ طيب استني بس يجي كامل بنحكي له. ايه انا حاستنى ليجي كامل وانا اللي حاحكي له على قلة أدبك وجواباتك الكبيرة اللي كلها هالقد أدراسك. كيد عزالك حبيبي كيدهم وانت معاي. عم تعذب حالك؟ لك لا عذاب ولا شيء، المهم انت تكوني مرتاحة. أنا عذاب، أنا بتهمني راحتك حبيبتي. طمنيني راحت الدوخه؟ راحت شوي. يلا لكان قومي تعي تسطحي هون وريحي حالك. قوم. ما بدي، جاي على بالي شوي مشى، دقت اخلاقي من التخير. لك عادي عم اقول لك تسطحي مشان الدوخه تبعك. هي انا لميت الغسيلات، رايح كلياتهم اغسلهم. يلا تسطحي. غسيلي ابيض ناصع. شو صفي عن الغسيل؟ صفي شيء. يلا عطتو كل غسيلاتها مشان يغسل لي اياهم، وانا كمان بدي اعطيه غسيلاتي، حدا احسن من حدا. اذا هي
هي قوية طاق، أنا قوية 20 طاق. ما حعطي غسيلاتي أنا هلا، بدي كامل يحبني ما يزعل مني، بعدين حوالتهم لساته منضاف. لك أنا بعرف قديش بدي نحط برج غسيل، قديش مي العيار اللي بدي تدور عليه. يي قرفني عليك يا حبيبي، أنت عم تغسل؟ لا الغسالة. شوفي يا حبيبتي سيان، شوفي هلا عم يحطوا هدايا ذهب، ليكي كاسة منيح صار عنا طقم. ايه يلا حبيبي بعد لك غسل لك. أنا لا لا حبيبتي أنا بغسل، أنا هوايتي الغسيل، تحب الغسيل. حبيبي ما بيصير، عندك 2 نسوان وأنت تغسل ما حلوة بحقنا. لك حبيباتي أنتوا 2 ريحولي حالكم، بس جيبوا لي البابابي وما عليكم شيء. تخيلك هلا شو حيصير للببو من هالغسلة؟ يلا حبيبي يلا الله يرضى عليك. لا ما بصير له شيء؟ ما بصير له شيء إن شاء الله. لك أنا حبيبتي أنت غسلي وأنا فايت لعند سعاد. ماشي حبيبي. عند سعاد؟ مين؟ أنا. شو بدك؟ فوتي. مساء الخير يا حلوين. مساء النور. كيفك سعاد؟ طمنيني. الحمد لله احسن. ان شاء الله راحت الدوخه شوي، يعني خلص هلا حتصحصحي على التمام وتصيري تتفتلي ببيتك مثل ايام زمان. ان شاء الله الله يخليكي. ان شاء الله يا رب. يلا كموله العشاء جاهز برا، عم بستناك حبيبي مشان نتعشى سوا. لا لا اتعشى انت بعدين انا بتعشى. ما بقدر اتعشى لحالي اذا مو انت قدامي، ما بتنفتح قابلتي حبيبي. ايه معلش معلش كمولة روح معه. انتي ما بدك تتعشي سوا؟ شلون ما بدك تتعشى؟ ليش بيهون علي انا ما تتعشى؟ هلا فوت لصينية بتاكل هون لحالها. يلا تعا معي تعا 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 تعا. ليش كل الاكل؟ شو عنا عزيمه؟ بسلامة خيرك حبيبي، بعدين هي من حواضر البيت وانت صار لك زمان ما تعشيت، عم تقضي لي اياها على سندويشه. سمي بالله سمي بالله. بسم الله. شبك حبيبي؟ ما بقولك شيء. كعمي متأكد انك مالك متضايق من شيء؟ طبعا متأكد. ايه الحمد لله. ما بعرف حاسسك متضايق. ماني متضايق ما فيني شيء. هو بيني وبينك اذا متضايق معك حق تتضايق. أكيد متضايق من تصطيحة سعاد على التخت، صرنا زمان ضايقة وعملت لي حالة ما بتقدر تقوم وما بتقدر تقعد، أنا لو كنت محلك انطفشت من زمان. قولي عليها إن شاء الله، حلا تقوم بقى وتتنفس، كل شغل البيت علي، كل شغل البيت علي، الله وكيلك عم بغسل وعم حط أكل وقيم أكل واشطف ونظف وما عم بحكي شيء حبيبي، ما عم بحكي شيء، أنا لا تفكر فارقة معي، أنا خايفة عليك أنت وعلى زعلك، يعني صحيح هي صلى زمان متصفحة، بس يعني وين المشكلة؟ فلا تتضايق حرام عم تتوحم يعني إن شاء الله، بقى حبيبي أنا بدي إياك أنت تطول بالك، صحتك بالدنيا، بخاف عليك تنجلط، والله إذا انجلطت والله ما بعرف أعيش بلاكي، بحكي عما إن شاء الله، نحن بلاك ما بنسوى، ما بنسوى. حاجة بقى، ما عاد بدي آكل. شو هاد يا؟ الوحدة ما بتقدر تفش قلبها لجوزها ولا تحكي معه كلمة ونص. يعني شكلك عامل. ايه حبيبي انت صار لك كم يوم عم تتعذب وتطبخ لنا. ما جاي على بالك تاكل لك شيء اكل من تحدياتي؟ اي والله اي والله مال قلبي. بيني وبينك مال قلبي من اكل النواشف. تقبر قلبي شو جاي على بالك تاكل؟ جاي على بالي اكل مقلوبي. اي على عيني وراسي، رح ساوي لك اطيب مقلوبه عليها جوز ولوز وفستق حلبي. بلا هنا دول اخرانيات، ما قلنا لك بدنا نضب ايدنا شوي. ايه بنفرط اليوم كرمالك حبيبي، بدك تاكل مقلوبه على اصولها يعني بدك تاكل مقلوبه على اصولها. دايما. صحة وهنا. تعا 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 تعا. حبيبي باب سقاق من هون. بعرف بس بدي فوت شوي شق على سهام لانه تعبانة. ايه تقبرني تقبرني، عم تخربت باسمه وتقول اسمي. بحبك لانه. بحبك العافية.
بدي اياك. ايه لك بدي اياك بشغله ضروريه. اطلع اطلع لبرا لاحكي لك شو هي. ما بتتاجل؟ لا ما بتتاجل. جاي يلا عم بستناك. ما طمنت عليها وخلصنا؟ بلا حبيبتي طمنت. حبيبتي انا رايح على شغلي. الله يرضى عليكي. لا تشددوا لبعضكم، روقوها. في بالعاده نشدود لبعضنا؟ لك لانه هي تعبانه شوي، عرفت شو؟ ديري بالك عليها. ايه باي، مع السلامه. راح ادير بالي عليها. هلا بتشوفوا. انا رح احضر الغداء. مفكرة انه نعمل اليوم مقلوبة؟ انا بطبخ وبناكل كلياتنا. طيب حضر له شي جنب المقلوبة. لك يا حبيبتي ليش تحضري شي جنب المقلوبة؟ لاحقة لاحقة، بكرة بتصحصحي وتشبعينا اكل مقلوبة وغيره وغيراته. بس بخاف يكون متضايق مني. هو قال لك انه متضايق مني؟ لا هو ما قال لي انه متضايق مني صراحة، بس بخاف يكون متضايق ومخبي علي. لا حبيبتي، بعدين ليش لحتى يتضايق؟ ودخيلك يتضايق يتضايق. شو انتي عم تمثلي ولا عم تدللي ولا عم تكذبي؟ حامل وعم تدوخي؟ قلتك قلتي. نامي حبيبتي نامي نامي. اوه 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 يا ماما، يلا تنام يلا تنام يا البحلانة. نامي حبيبتي نامي نومي العوافي. Da 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 da.